يخشى المصريون من موجة غلاء تطال أسعار السلع والخدمات، وده بعد قرار الحكومة المصرية يوم الخميس برفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود ضمن خطة ممتدة لإعادة هيكلة الدعم. ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح لتر البنزين 80 بسعر 12.5 جنيه، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيه. أما السولار وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر، استقر الرفع سعره إلى 11.5 جنيه، وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد ب5 مليارات دولار في مارس آذار الماضي. وفور تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار البنزين، أعلنت كافة المحافظات المصرية في بيانات رسمية يوم الخميس عن زيادة في تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة، والتي تشمل سيارات الميكروباص والسيرفيز والتاكسي وأتوبيسات النقل العام، وتراوحت ما بين 10% ل15%. في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بوزارة النقل عن وجود تغيير في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق خلال الأيام المقبلة، وتوقع خبراء اقتصاديون عن موجة تضخم في أسعار السلع والخدمات تأثرًا بتحريك أسعار الوقود. وتقول العميدة الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة عليا المهدي إن الطاقة بتمس كل جوانب حياتنا، من أسعار مواصلات إلى تكاليف إنتاج زراعي وصناعي وإلى تكاليف معيشة أيضًا. وتساءلت المهدي في منشور لها على فيسبوك كيف نتوقع أن ينخفض معدل التضخم بحسب إعلان الحكومة في حين بترفع أسعار الطاقة طوال الوقت. واستنكرت الخبيرة الاقتصادية تبرير زيادات أسعار الوقود بانخفاض سعر صرف الجنيه باعتبار أن سعر الوقود العالمي لم يحدث به أي تغير ملموس، وده كان خلال الأشهر الأربعة الماضية على حد قولها. وأضافت: ما ذنب المستهلك في التضخم المفروض عليه وانخفاض سعر صرف الجنيه الذي تسببت فيه الحكومة؟ وخفضت مصر في السادس من مارس الماضي لسعر الصرف إلى نحو 50 جنيه للدولار من مستوى 31 جنيه، واستقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وتأتي الزيادة الجديدة لأسعار الوقود قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي لمراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار. ويترقب المصريون كذلك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، وده خلال الفترة المقبلة وفق تصريحات حكومية. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبول يوم الأربع إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك. ووفقا لتصريح سابق لمدبولي، فإن الحكومة بتستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام، لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداء من موازنة السنة المالية 2025-2026، مؤكدا على أن الدعم النقدي سيوفر مبلغا مناسبا للأسر المستحقة، ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم. كما شهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خاصة المواد الغذائية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن، كما أجرت الحكومة رفعا تاريخيا لسعر الخبز المدعم ب4 أمثال سعره، وده في نهاية مايو الماضي. وفي المقابل أيضا بيجد البعض مبررا مقنعا لزيادة أسعار المواد البترولية في ظل صعوبات الخيارات المتاحة أمام الحكومة مع ارتفاع فاتورة الدعم المقدم للمواطنين وتأثير ذلك على عجز الموازنة.